مرحبا جميعا بقناة ميديكال سكرايب للشروحات الطبية. أنا كرار حيدر، طالب بكلية الطب جامعة بغداد. بالفيديو الفات حكينا عن النيل بيد اللي هو أول شيء أخذناه بتركيب الأظفر، وقلنا أنه يتكون من جيرمينال ماتريكس وستيرال ماتريكس ووضحناهم بتفاصيلهم. وراها حكينا عن اللونيولا، بينما اليوم حنحكي عن ثاني تركيب من تراكيب الأظفر اللي هو النيل بليت أو صفيحة الأظفر. النيل بليت أو صفيحة الأظفر اللي إحنا متعودين نسميه الأظفر هو الجزء اللي نشوفه بعيوننا من الأظفر أو الجزء الظاهري من الأظفر. هذا النيل بليت يكون صلب ويتكون من مجموعة طبقات من خلايا متقرنة ميتة كيراتينايز ديد سيلز نسميها الأونيكوسايتس. هاي الخلايا مثل ما قلنا تكون صلبة وقوية بس بيها مرونة بنفس الوقت. زين، النيل بليت هذا يبدي يطلع لنا أو يخرج أو يبدي من البروكسيمال نيل فولد ويتحاوط من الجانبين بواسطة اللاترال نيل فولد اللي نسميها البارونيكيوم، بينما الحافة البعيدة أو الديستال ايج فتكون فري أو حرة، يعني ما يحاوط هاي الحافة أو يلزمها شيء من الأخير، فيسموها الديستال فري بوردر. وجوا النيل بليت نلقى النيل بيد واللي حيكون ملتصق أو مرتبط به بشكل كلش قوي، بحيث يتصل بشكل كلش قوي بالستيرال ماتريكس، بينما يرتبط بشكل أقل قوة أو نقول loosely adherent للجيرمينال ماتريكس. وهذا النيل بليت بالحالة الطبيعية وعند عموم الناس يكون تقريبا شفاف transparent، بسبب إنه الخلايا مالته تكون ميتة فما تحتوي على نواة، فبالتالي تكون فاقدة للون. بس احنا نشوف الأظفر وكأنه وردي pink in color. هذا اللون الوردي بالحقيقة هو لون الأوعية الدموية المليانة بالدم اللي موجودة بالنيل بيد، يعني اللي تكون موجودة جوا النيل بليت. وبسبب انه النيل بليت شفاف تقريبا فحتبين هاي الأوعية الدموية من جوا النيل بليت وكأنه وردية اللون. فالنيل بليت خلوا ببالكم يكون تقريبا شفاف. خوش حكي. هسه لازم نعرف بأن السطح الداخلي أو الventral surface مال النيل بليت يحتوي على grooves وridges، يعني يحتوي على حزوز وعلى حواف على طول النيل بليت. هذني الحزوز والحواف حتتصل بالحزوز والحواف المكملة اللي موجودة بالنيل بيد. هاي الحزوز والحواف من حتتداخل على الجانبين حتساعد النيل بليت إنه يتصل بشكل كلش قوي بالنيل بيد، ويخلي النيل بليت ينمو بالاتجاه الصحيح grow in the correct direction. يبقى عندنا آخر شيء لازم نعرفه اليوم هو أنه شكل الأظفر يتحدد بواسطة الـ underlying bone، يعني شكل الأظفر يتحدد بواسطة العظمة اللي جوه. ووظيفة النيل بليت الرئيسية هي حماية النيل بيد اللي تكون جوه. فهذا كان فشرح خفيف ومختصر مفيد عن النيل بليت. وها هي، شوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة.